وقطعته. طيب من كلام مشاري متى جاء في بالي كذا السؤال، متى الوقت اللي تقطع فيه خويك ومتى الوقت اللي فيه تقرب من خويك؟ هاي فواز. الوقت اللي يكون هو حزين فيه ولا عنده أحد يكلمه ولا عنده أحد يكلمه أبداً، يعني تقرب حوله، يبي أقرب حوله وأكون معاه كثير، يعني أتواجد معاه أوقات طويلة. طيب الوقت تقطعه؟ وقت اللي أقطع فيه وقت إنه يكون إيش؟ يكون قول كلمة، يعني يكون شيء مو زين، ممكن يعني ما يكون فلاوي زيادة ولا إيش؟ لا يكون فلاوي زيادة، أنا فلاوي زيادة، لكن يكون فلاوي بشيء ثاني كذا ما لازم أقطعه إذا كان فلاوي بشيء ثاني، يعني التصرفات غير مناسبة تقطع. وأنت يا حبيبي؟ الوقت اللي أقرب منه إذا مثلاً طول الوقت كان معي مثلاً، يعني أشياء كلها يبغاها معي، يسولف معي، يلعب معي، هذه يقول لي مثلا اذا جاء وقت صلاه انا ما انتبهت يقول لي يلا نروح نصلي كذا، اقرب منه. الوقت اللي يقطع اذا بديت اكشف على حقيقته، مثلا يكذب وانا عارف انه يكذب، ومثلا اذا جاء وقت الصلاه يقول خلينا نروح نلعب. أيوه. هذا تبتعد منه. اي احاول ابتعد. الحين عندنا مشكله، الحين نبغى نشوف ان كرسي يثبت. فواز فواز ثبت. هيا عزوز. عبد الرحمن. الصراحة الأوقات اللي أبدأ خويه في الوقت اللي إذا صار يلعب معي ونروح نلعب، وهو أصلاً كل أصدقائي اللي خويهم كلنا نروح، حتى جيراننا أطق لهم بابهم عشان نروح نصلي جماعة. حلو. أول ما أذن نروح نصلي، بس في الأوقات اللي أبعد عنه وما ما ما يسويها، بس انه في صديق يسويها، انه يسوي نفسه فله ويروح يضرب بعض الناس صغار لثلاث ابتدائي ولا ابتدائي ويجي يضربهم وينحاش. هذا ابتدائنا يا اخي، يمكن ما يمكن ذاك الشيء يبغى يضرب عادي، هذه لا خلقيه، ما تبغى تضرب، هذه اسلوب لا خلقي، يعني هو يروح يطق. اتفق مع شيء ان هذا الاسلوب، انا بنعاني انا اقول مدى عادي لان عشان يتكلم كويس، يعني هذا الاسلوب ما يصلح، ما يصلح ابدا، يعني اتفقنا هذا الشيء، متفقين عليه ان هذا الشيء الشخص اللي يمد يده على الناس يعني ما هو بلطيف، يعني زي مثلا زي مثلا الحين انا اقوى من عبد العزيز ك قوه بنيه، اروح الحين اضرب عبد العزيز بيجيني خالد بيصير أقوى مني، بيدافع عنه أكيد، بس إني ما راح يمد يده ينصح، أنا الصراحة أنصح. طيب وأنت يا خالد متى الشخص اللي تبتعد عنه ومش متى الشخص اللي تقرب منه؟ اللي أقرب منه صراحة إني حافظ على صلاته وما يكون أي مشاكل ولا يودي نفسه للمكان الخطأ. حلو. لأن كل شخص يعرف وين هو رايح للخطأ أو الصحيح. متى تبتعد عنه؟ أبتعد عن الشخص اللي يوديني للخطأ، وأخاوي الشخص المؤدب واللي محافظ على صلاته كذا. طيب خلينا نكون، أنا ترى تعودوا علي الناس إني ماني برسمي في أي نقاش، لي ماني برسمي سواء تلفزيون سواء إذا، ماني برسمي أنا. خلينا نكون الآن نتكلم جدي وعقلاني صدق، إذا حصل